لا لا الديسك ماشي بلاصتو هادي، خصنا نغنيو دابا. هاي 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 وهادي كذبة باينة، هاي 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 يا الكذاب يا الكذاب. شوفوا معايا اخوتي، شوفوا هذه اللحظة ديال الخروج ديالو من السجن، شوفوا معايا مزيان. خرج من السجن نهار 11 يناير 2021، وتعتقل نهار 11 مارس 2020. عقلوا على التاريخ، الاعتقال ديالو كان في شهر 3 2020، ودوز 7 شهور تاع السجن نافذة، وخرج نهار 11 يناير 2021. عقلوا على التواريخ بجوج. جاء معبر الكركارات التي تنظمها الجمعية الملكية للمغاربة بأوروبا تحت شعار على عهد باقون. نعم، هاي الجمعية الملكية، ها هو وزارة الداخلية. إذا كيفاش يعني أنا ما عنديش جمعية وغادي يعطيوني أنا أنني نمشي للكركارات؟ هذا راه الضرب في الوزارة، وزارة الداخلية. دابا إذا متى نديرو الوقفات اللي كاينين هنا في أوروبا من أحسن وقفة في تاريخ أوروبا؟ هذا التاريخ ماشي انا، التاريخ اللي عطاها ليا 2500 واحد اللي خرجت في ثاني وقفه من السلطات الفرنسيه تتعطينا توريزاسيون باش نديرو وقفه في تروكاديرو في باريس. ها انتم اخوتي عزاز، هذه هي الرخصه. اذا نشوفوا هنا يوسف الزروالي، ها هي الجمعيه، الجمعيه اغرم هي الجمعيه الملكيه المغاربه في اوروبا. نعم، اذا هذه التوريزاسيون ديال le 22 juillet 2020 ديال السلطات الفرنسية. واش قرارهم هنايا بالفرنسوية هاك الحاج، قرارهم هنا ها. فيزا سميتها فيزا، هاي فيزا دو لوتوريتي فوالا لوتوريتي دو بوليس لا لو ديريكتور ادجوان دو لوردر بوبليك اي دو لا فوالا دو لا سيركيلاسيون. C'était en 2020, c'est-à-dire le 26 juillet 2020.